هذا ويواصل وفد مجلس النواب برئاسة معالي رئيسة المجلس مشاركته في المنتدى الدولي الثاني لتطوير النظام البرلماني الذي ينظمه مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي بموسكو. وقد شارك الوفد في الجلسات العامة للمنتدى إلى جانب جلسات الطاولة النقاشية التي تتضمن استعراض دور التنظيم القانوني في الحد من التحديات التي تواجه دول العالم، إضافة إلى التنمية المستدامة ودور الشباب في تطوير النظام البرلماني. هذا المؤتمر يستضيفه أو المنتدى يستضيفه الدوما اللي هو البرلمان الروسي، وهذا هذه هي المرة الثانية للمنتدى في موسكو، ونحن نشارك ضمن وفد متكامل، وقد تم توزيع الأدوار بيننا للمشاركة سواء في الجلسات العامة أو الجلسات الموضوعية المتعلقة بمواضيع محددة. نحتاج اليوم كبرلمانيين إلى تعاون بيننا وبين بعض حتى تكون التشريعات متقاربة في محاربة التضليل الإعلامي الذي بدأ يؤثر أيضا على الرأي العام في كثير من الأحيان وفي قضايا قد تكون خاطئة. فطرحنا كل ما لدينا من تساؤلات وبعض التوصيات أيضا للعمل على التقليل من التضليل الإعلامي أو محاربته بقدر المستطاع من خلال سن تشريعات تحارب التضليل الإعلامي. الخطوات التي والإجراءات التي قامت بها مملكة البحرين لمحاربة الفقر وتحقيق المساواة بين الشعب، ومن أهم هذه الإجراءات طبعا تكلمت عن الإجراء الحكومي، الإجراءات الحكومية التي قامت فيها، وأيضا من خلال التشريعات والقوانين التي سنها مجلس النواب البحريني لتحقيق هذه المساواة.